بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. وقد سبق القول في لقاءات سبقت أن هذا البرنامج يعنى ببعض المعاني القرآنية السامية، وكل ما في القرآن سام بليغ، فنفيء إليه ونعرج عليه، ونذكر بعضا من أخباره وما يتعلق به من الكتاب أو السنة أو من أخبار العرب وتاريخها. حديثنا اليوم عن الكعبة، والله جل وعلا يقول وقوله الحق: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالكعبة بيت الله جل وعلا، قال جل ذكره: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. والحديث عن الكعبة من وجوه متعددة نبدأها بالتالي. سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض أول، قال: البيت الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: ثم أي؟ قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. الكعبة وضعت للعبادة، قال الله: إن أول بيت وضع للناس، أي للعبادة، بقرينة ولله على الناس حج البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، الذي هنا موصوف صفة لموصوف محذوف، والتقدير للبيت الذي ببكة. وكلمة بكة اختلف في معناها، فقال بعضهم إنها مرادفة لمكة، وقال بعضهم إن الباء والميم حرفان اشتهر في كلام العرب أنهما يكون بينهما تناوب، تقول ضربة لازب وضربة لازم. وقال آخرون، وهو الحق إن شاء الله، أن بكة المراد بها موضع الكعبة، ومكة الحرم كله، مكة الحرم كله، وبكة بالباء موضع البيت، موضع الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، سمى الله جل وعلا بيته مباركة لأن عنده ترفع الدرجات، تغفر الخطيئات، تمحى الزلات، ولهذا جعل الله جل وعلا الحج إلى البيت من أعظم الأركان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من أول من بنى البيت؟ المشهور أن أول من بناه الملائكة، بنته الملائكة لآدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض، كما أن الملائكة في السماء تحف بالبيت المعمور، فإن الكعبة يحف بها أولياء الله الصالحون، فبنت الملائكة الكعبة لخليل الله جل وعلا، لنبي الله جل وعلا آدم أبي البشر، بعد أن أهبط إلى الأرض. ثم إن البيت أصابه ما أصابه من التغير، وربما كان هذا قبل طوفان نوح أو بعده. ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى الخليل أن يرفع القواعد من البيت، وإبراهيم عليه السلام ولد في العراق، ثم هاجر إلى الشام، وكان معه في الشام زوجته سارة، ولم تكن قادرة على الإنجاب، كانت عاقرة. ثم إنها أهدي لها جارية هي هاجر من قبل ملك حاول أن يتسلط عليها فمنعه الله، فأهدها هاجر، فأهدت سارة هاجر إلى خليل الله إبراهيم، فتزوجها فأنجب منها إسماعيل. ثم إن الله جل وعلا أمر الخليل أن يهاجر بزوجته وابنه إلى البيت الحرام قبل أن يبنى، فأتى الخليل ووضع زوجته وابنه، ثم تنحى قائلا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن البيت يومئذ قد شيده الخليل، مما يدل على أن البيت كان له أثر سابق من قبل، وأن إبراهيم ليس أول من بناه سلام الله عليه. عاد إبراهيم إلى الشام، ثم عاد بعد ذلك يتفقد تركته، فلم يجد ابنه، وجد زوجة الابن، سألها عن ابنه دون أن يخبرها أنه أبوه، فشكت له الحال، فقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئه مني السلام، وقولي له: غير عتبة بابك. فجاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، قال: هل من حضر أحد؟ قالت: جاء رجل من وصفه كذا وكذا. قال: هل أوصاك بشيء؟ فأخبرته، قال: هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، فطلقها. ثم تزوج امرأة أخرى من جرهم من القبيلة نفسها. فجاء إبراهيم ولم يجد إسماعيل كذلك، فسألها عن إسماعيل فأخبرت أنه ذهب يقتات لهم. فسألها عن طعامهم فأخبرته أنه اللحم والماء، فدعا لهم أن يبارك الله لهم في اللحم والماء.
ثم إن إبراهيم عاد ثالثة فوجد ابنه إسماعيل تحت دوحة يبري نبلا له، فقام إسماعيل إلى أبيه وقام إبراهيم إلى ابنه فتعانق، ثم قال الخليل لابنه إن الله أمرني أن أبني له بيتا. قال أي رب أي أبتي أطع ربك. قال وتعينني؟ قال نعم. فدل إبراهيم على البيت. قال الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. واختلف العلماء كيف عرف إبراهيم مكان البيت تحديدا، فقال بعضهم إن ريحا جاءت فكنست مكان البيت، وقال آخرون إن سحابة أظلت موقع البيت. أيا كان أخبر إبراهيم بوحي من الله عن مكان البيت، وهذا معنى قول الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فأخذ إبراهيم يرفع البناء وابنه إسماعيل يعينه، وكان دور إسماعيل دورا مباشرا، ولهذا قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ولم يقل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وابنه أو سكت عنه، وإنما نص عليه حتى يعلم أنه كان لإسماعيل ما كان لإبراهيم من بناء البيت، وإن كان إسماعيل تبع. ارتفع البناء فاحتاج إبراهيم إلى أن يرتقي، فجاء له ابنه إسماعيل بصخرة فوضع الخليل عليها قدميه فألان الله الصخرة تحت قدميه وأصبح موضع القدمين باقيا، هو ما يعرف بمقام إبراهيم. قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال ربنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقد أدركت قريش هذا ورأت موضع النعلين موضع قدمي إبراهيم في الصخر. قال أبو طالب في لميته الشهيرة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل. والإنسان يستفيد من هذا أنه لما ألان خليل الله قلبه لله ألان الله الصخرة تحت قدميه، فكل مطلوب ومرغوب إنما يعطى بالله، وكل مرهوب ومكروه إنما يدفع بالله. قال العز بن عبد السلام والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله. المراد من هنا هذا ما يعرف بمقام إبراهيم، وهو أيها المبارك من الناحية التاريخية كان المقام ملتصقا بالبيت، ما بين الحجر الأسود وما بين حجر إسماعيل، لأنه عقلا أين يدفع أين يوضع الباب أين يوضع المقام حيث ينتهي الإنسان، وغالبا إن الباب آخر ما يوضع في البيت، فبجوار الباب بين الباب والحجر وجد مقام إبراهيم. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه أخره إلى مقامه الموجود الآن، ثم بنيت عليه قبة كبيرة، ثم تقريبا في عام 84 للهجرة 1384 للهجرة من أعوامنا هذه اجتمع علماء الأمة في رابطة العالم الإسلامي واتفقوا على إزالة القبة وإبقاء المقام بالصورة التي هو عليها الآن، بحيث يبقى ظاهرة دون أن يكون كبيرا جدا يؤذي المصلين. والله جل وعلا قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذا ما يتعلق بالمقام. أما الحجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وهذا الحجر من الجنة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الطواف به أي بالحجر، بدأ بالحجر واستلمه، وكان كلما حاذاه يكبر صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه لما فرغ من طوافه وأتى زمزم وشرب منها عاد إلى الحجر قبل أن يتوجه إلى الصفاء واستلمه، ثم توجه إلى الصفا من بابه، هذا في عمرته وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد الحديث عن الحجر، وهذا الحجر تعرض لما يعرف بهجوم القرامطة عليه، والقرامطة فرقة باطنية ظهرت في أواسط القرن الرابع أضرت بالمسلمين كثيرا، جاءوا من جهة البحرين والأحساء المعروفتان الآن إلى مكة المكرمة، ودخلوا على الحجاج في اليوم السابع أو الثامن من شهر ذي الحجة عام 419 للهجرة، عام 319 للهجرة، فدخلوا المسجد الحرام وقتلوا خلقا كثيرا، ورموا في زمزم في بئر زمزم أكثر من 20,000 حاج، وكان أبو طاهر القرمطي عليه
نعائن الله تترى إلى يوم القيامة على فرسه عند الكعبة يقول أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم يأمر من معه من جنوده وأتباعه وحشمه أن يصنعوا في البيت ما صنعوا، فقلعوا الحجر وهموا أن يقلعوا الميزاب، والميزاب عالي، فكلما ارتفع منهم أحد إلى الميزاب ليقلعه قامت قبيلة بني هذيل ترميه بالسهام دفاعا عن البيت، وكانوا يقتلون الحجاج وأصابوا رجلا من أهل الحديث. ثم إن أحد جندي أبي طاهر القرمطي يقول للحاج، يقول للعالم: ألم يقل الله من دخله كان آمنا؟ هو يسخر. قال: يا أحمق، إن المراد ومن دخله فأمنوه، أي الخطاب لكم، فأنتم الذين عصيتم الله. ثم ردد قول القائل يذكر ما هو فيه أنهم من حالهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا، ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. وقعت هذه الفتنة، ثم أخذوا الحجر معهم إلى هجر جهة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية حاليا، أخذوا معهم الحجر الأسود، مكث عندهم أكثر من 20 عاما ثم ردوه. والآن إذا أتيت تقبل الحجر تراه على هيئة قطع، 8 قطع أشبه بالتمرات، بعضها صغير وبعضها كبير، ثم هو موضوع في وعاء يحمله ويطيب. فهذا ما يتعلق بالحجر الأسود، وهذا ما يتعلق بمقام إبراهيم. أما الجهة الشمالية من الكعبة المعروفة الآن بالحجر، والذي يقول له الناس حجر إسماعيل، فإن الكعبة أخذت أطوارا في البناء بعد خليل الله إبراهيم، فجدده بعض من ولي مكة من خزاعة وغيرها، حتى كان زمن قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسن نبينا آنذاك في 30، في 35 تقريبا. فلما جاء السيل وهدم بعض أجزاء الكعبة، أرادت قريش أن تعيد بناء البيت، فاختاروا أطيب أموالهم فقصرت بهم النفقة، فبنوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأبقوا الجهة الشمالية غير مبنية على قواعد إبراهيم، وهي ما يعرف الآن بالحجر، أي تركوه، وضعوا بناء يدل على أنه من الكعبة. وأول من بدأ بهدم الكعبة ليعيد بناءها من قريش الوليد بن المغيرة، فلما رأته قريش لم يصبه أذى عزمت على الصنيع، وقدموا يتبعونه وأخذوا يأتون الكعبة ويعيدون بناءها. بقيت الكعبة على هذا الحال، فبنت قريش للكعبة بابا واحدا وجعلته مرتفعا حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء. فلما حج صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، فإن قومك، وأخبرها بأنهم جعلوه بابا واحدا ورفعوه حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، ولا الصديق ولا الفاروق من بعده، ولا عثمان ولا علي رضوان الله تعالى على الجميع، حتى كانت ولاية عبد الله بن الزبير على مكة، وكانت عائشة خالته وهي التي أخبرته الخبر، فهدم الكعبة ونقض بناءها وأدخل ما يعرف بحجر إسماعيل، أي بنى القواعد الشامية على قواعد إبراهيم، وجعل لها، أي جعل للكعبة بابين. بعد ذلك جاء حجاج بن يوسف فقتل ابن الزبير واحتل مكة تبعا للوليد بن عبد الملك، فأعاد بناء الكعبة وهدمها وأغلق الباب الذي فتحه ابن الزبير وأرجع الحجر كما كان، أي بناها كما بنتها قريش في الأول. فلما جاءت ولاية المهدي الخليفة العباسي المعروف قيل، أو أبو جعفر هم أن يعيد بناء الكعبة، فلما عزم على هذا استشار مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، فامتنع وتوقف، فبقي البيت على حاله إلى يومنا هذا. هذا مجمل أيها المبارك عن تاريخ الكعبة. أما ما يتعلق بها شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كان يصلي وهو في مكة من جهة الركنين اليمانيين، أي أنه يستقبل الكعبة والشام في آن واحد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى، وهو يرغب أن يصلي إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة، لكنه أدبا مع ربه كان يرفع بصره إلى السماء
ينتظر الأمر من الله، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فانقسم الناس أمام هذا الخبر. قالت يهود: اضطرب على محمد دينه، اضطرب محمد في دينه. وقالت قريش: لو لم نكن على الحق لما عاد محمد إلى كعبتنا إلى قبلتنا. وخاف المؤمنون الصادقون من الأنصار والمهاجرين على من مات قبل تحويل القبلة. فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذا تطمين للمؤمنين أن من مات قبل تحويل القبلة فإن صلاته محفوظة مقبولة عند الله. وأما اليهود والنصارى فإن الله جل وعلا قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي لا هم لا اليهود يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود. وأخبر جل وعلا أن هذا لا يقوم بغضبهم حجة، وإنما المراد خشية الله، فلا تخشوهم واخشون. هذا كله يبين لك مسألة انتقال القبلة إلى بيت الله الحرام. وقد جعل الله جل وعلا الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا، فحتى الميت يوضع في قبره من قبل رجلي القبر، ثم يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، مستقبلا القبلة. كما أن الذبائح يسن أن تذبح مستقبلة القبلة، والدعاء كذلك يسن ويندب أن الإنسان إذا دعا يستقبل هذا البيت العظيم الحرام الذي هو الكعبة، رمز الخلود وكعبة الإسلام. كم في الورى لك من جلال سامي، يهوي البناء إذا تقادم عهده، وأراك خالدة على الأيام. أعظم ما يتعلق بالكعبة الطواف، فلم يشرع الله جل وعلا لنا معشر المسلمين أن نطوف ببناء إلا الكعبة. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بالبيت يقع على ثلاثة أضرب: يقع ركنا، ويقع واجبا، ويقع سنة. فإنه يقع ركنا في الحج والعمرة، فلا بد من في الحج والعمرة من طواف ركن، يسمى في الحج طواف الإفاضة، ويسمى في العمرة طواف العمرة، وهو المقصود بقول الله في الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقع واجبا عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله في طواف الوداع، فإن جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع واجب لأثر ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ويقع سنة في أي ساعة من ليل أو نهار، بخلاف السعي بين الصفا والمروة، فإن السعي بين الصفا والمروة لا يقع إلا تبعا لحج أو عمرة. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقول الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر، قرينة على أنه إن لم يكن قد حج أو اعتمر فلا يجوز له ولا يسن له ولا يندب أن يسعى بين الصفا والمروة. أما الطواف فإن بابه مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار، وهو من أعظم القربات إلى الرب تبارك وتعالى. وقد عرف في زمن السلف رجل يقال له ابن طارق، كان يطوف بالبيت كل يوم 70 مرة. ليس المقصود 70 شوطة، إنما 70 مرة، في كل مرة سبعة أشواط. قال قائلهم: لو شئت كنت ككرز في تعبده، أو كابن طارق حول البيت في الحرم، أو كابن طارق حول البيت في الحرم. وقد ورد في تاريخ مكة للأزرقي رحمه الله أن رجلا أخذ يرقب الكعبة 40 سنة، ينتظر أن تفرغ الكعبة من الطائفين حتى يطوف لوحده، فيترصد في الليل، وهذا في القديم. وكان ما حول الكعبة تراب وحصى وحجارة، ولم تكن كحالها اليوم. ففرغ البيت ذات يوم فقام ليطوف، فبينما هو يطوف إذا بحية بجواره تطوف، فقال: سبحان الله، ما هذا، من هذا؟ قالت: وأنا أرقب هذه اللحظة من 40 سنة. حتى يعلم كل واحد أن الكثير غيره ينافس في الطاعات ويسابق في الخيرات. والله جل وعلا: كم من ملك في السماوات يعبده، وكم من عبد صالح في الأرض يرجوه. فلسنا وحدنا من يعبد الله، لكن ليس لنا ولا لغيرنا أحد إلا الله، لكن ليس لنا ولا لغيرنا أحد
إلا الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. والمقصود أيها أفلا تتقون، والمقصود أيها المبارك بيان فضل الطواف بالبيت العتيق، وأنه من أفضل القربات. ما بين الركنين اليمانيين يقول القائل أو يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما يتعلق بالطواف. مر معنا كثيرا أن الله جل وعلا حكم بالزوال على كل شيء، وقال ربنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في آخر الزمان يسلط الله على الكعبة رجلا يقال له ذو السويقتين، تصغير ساق وصيلع أفيدع، أي فيه عاهات. فانظر هذا البيت الذي حماه الله وأجاره من جبروت الجبابرة يسلط عليه رجلا ضئيل الجسم ذي عاهات، يقلعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها، فلا يحج بعد ذلك البيت ولا يعتمر. وفي هذا عبرة للناس أن يعرفوا قدرة ربهم تبارك وتعالى، وأن لله جل وعلا حكمة، وله جل وعلا مع ذلك المشيئة النافذة والحجة البالغة والنعم السابغة على عباده. هذا ذو السويقتين يكون خروجه في آخر الزمان يهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا، يقول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه. فيعجب المرء أن رجلا في مقام أبرهة وجنده وفيله يحجب ويصد عن البيت، يحجب ويصد عن البيت، وهذا ذو العاهات يصل إلى الكعبة حتى يعلم أن كل شيء بقدر الله جل وعلا. وخبر أبرهة قال ربنا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لم يكن حماية البيت زمن أبرهة إكراما لقريش، بقرينة أن أبرهة ومن معه كانوا نصارى أهل كتاب، وقريش كانوا وثنيين، ولا ريب أن الكفر ملة واحدة، لكن النصارى أقرب هديا إلى الإسلام من الوثنيين. فلم يكن حماية البيت من النصارى رغم وجود الوثنيين حوله إكراما للوثنيين، وإنما إظهارا لجلالة البيت وإرهاصا وتوطئة لبعثة سيد الخلق وأشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد عد العلماء هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. الحج والاعتمار عبادتان عظيمتان علقهما الله جل وعلا بالكعبة بالقدوم عليها، وقد جعل الله جل وعلا المسجد حرما للكعبة، وجعل مكة حرما للمسجد، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة. جعل الله المسجد حرما للكعبة، وجعل مكة حرما للمسجد، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وليس المقصود أن لا يدخلها إلا مسلم، إنما المقصود أن لا يكون لهم لواء منصور ولا إمرة ولا ولاية، أما ما دون ذلك فالأمر فيه واسع، بقرينة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما قتله أبو لؤلؤة المجوسي ولم يكن مسلما طرفة عين. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنه، أي عن أبي لؤلؤة: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل سجد لله قط حتى لا يحاجني عند الله. هذا ما يتعلق بقضية تسليط السويقتين على الكعبة، وكيف أن الله جل وعلا منع أبرهة وجيشه عنها. نبقى في قضية القرامطة التي ذكرناها آنفا، كيف سلطوا على البيت؟ تسليطهم على البيت بعد أن ظهر جلال البيت، فلم يكن ما صنعوه مما يغير نظرة الناس وإجلالهم للبيت، بقيت كما هي. وإن كان نقل عن أبي طاهر أنه كان يقول: أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، يقوله تهكما، لكن الوقائع أعظم الشهود. الآن أين أبو طاهر؟ في قبره يلعنه اللاعنون، والكعبة كما هي قائمة سامقة قبلة للمسلمين يفد إليها الناس من كل حدب وصوب. ذكر الله جل وعلا أن هذا البيت حوله آيات
بينات. قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومما حوله هذا البئر المبارك المعروف ببئر زمزم الذي جعلها الله جل وعلا كرامة لإسماعيل وتأييدا لأمه هاجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له. وقد كان الصالحون قبلنا إذا شربوا من زمزم يتوخون بذلك دعوة صالحة. فيقال إن الشافعي رحمه الله كان مشهورا بالرمي وحسن السداد، فكان يقول: شربت زمزم لهذا فكنت لا أخطئ في العشرة أسهم أن أرميها جميعا. ويقولون عن عبد الله بن المبارك العالم المحدث المجاهد أنه كان لما يشرب ماء زمزم يقول: اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. والخطيب البغدادي لما زار مكة شربه وسأل الله جل وعلا ثلاث أمور فأعطي إياها كلها من مطالب الدنيا، ومنها أنه يقبر بجوار فلان ابن فلان، فقبر بجوار فلان ابن فلان كما دعا. والإنسان يتوخى مثل هذه المواطن، وهذا مما اشتهر بين المسلمين من غير نكير فيفعله، وحرره الأئمة الكبار في كتبهم. هذا كله ما يتعلق بما حول البيت من آيات بينات. نبقى في قضية كسوة الكعبة. يقال أن أول من كسها تبع، ثم ما زال الناس يكسونها إلى يومنا هذا، وتسلم كسوة الكعبة في أعوامنا هذا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة. نختم بالحديث عن سدانة البيت. النبي عليه السلام قبل أن ينبأ أو بعدما نبئ بقليل هم أن يدخل البيت، فمنعه عثمان بن أبي طلحة، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عثمان؟ إذا كان مفتاح البيت بيدي أضعه حيث أشاء. فاستبعد عثمان هذا وقال ساخرا: إذا هانت قريش يومئذ وذلت. فلما كان يوم الفتح دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة بعد أن أمر أن يخرج ما فيها من تماثيل وصور، ثم دخل وصلى داخلها صلوات الله وسلامه عليه. وهو خارج قبل أن يصل إلى الباب ابتدره العباس وعلي عمه وابن عمه يسألانه السدانة أي الحجاب مع السقاية، وكانت السقاية في بني عبد المطلب. فنزل عليه جبرائيل بقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ صلى الله عليه وسلم بعضدتي الباب وقال: أين عثمان بن أبي طلحة؟ فجاءه فأعطاه مفتاح البيت وقال: خذوها يا بني شيبة، تالدة أي من قديم، خالدة أي إلى آخر الزمان، خذوها يا بني شيبة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، خذوها يا بني شيبة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذا ما يتعلق بالبيت العتيق، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. إلى يومنا هذا ولله الحمد والفضل والمنة سدانة البيت في بني شيبة يستلمون الكسوة كل عام ويشرفون على أن تكسى الكعبة بها وبيدهم مفتاح الكعبة. هذا هو بيت الله، فتعظيمه بالحج إليه، كما أن من طرائق تعظيم أن يهدى إليه الهدي، سواء كان المسلم حاجا أو معتمرا أو غير حاج أو معتمر، يجوز أن يهدي الإنسان للكعبة هديا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في المدينة يهدي للحرم، وقد أهدى صلى الله عليه وسلم للحرم في عمرة الحديبية وفي عمرة القضاء، وأهدى جملا كان قد حازه يوم بدر لأبي جهل ليغيظ به الكفار. والمقصود أن الهدي من شعائر الله العظام، وقد كثر نسيانها عند الناس اليوم، ويحسن بالمرء بين الحين والآخر إذا حج أو اعتمر أن يهدي للبيت، وإن كان هذا ليس بواجبة إلا لمن كان قارنا أو متمتعا في حجه فعليه الهدي قطعا. المقصود من هذا أيها المباركون أن البيت عظيم، وتعظيمه بالوفادة على الله تبارك وتعالى بقلب خاشع ونفس مطمئنة، والطواف بالبيت وأنت تعلم أن هذا البيت بيت الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فتعظم ربك بالتهليل والتحميد والتسبيح،
لو قلت عند أول طوافك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك فهذا حسن، فيروى أن الله جل وعلا لما أخذ العهد والميثاق من بني آدم وهم في عالم الأرواح أودع ذلك العهد والميثاق الحجر، فهو يشهد لمن استلمه بصدق يوم القيامة. قال الله قال ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بلغني الله وإياكم من الخير أكثره واجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.